أنا أحبابنا نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. اللي تشاهد القناة لأول مرة ما يبخلش علينا بواحد الاشتراك وبواحد لايك. مثل نقولوا لابورو دي ميسيكو راه تنقصدوا بها الناس ديال الكولف، البادانتي، بي بي سيتر، جاردينيري، المهم جميع الناس هادو اللي تخدموا عند العائلات يعني في الديور، راه هادو هما يعني لابوراتوري دوميسيشي، الناس ديال العمال ديال المنازل. المهم اللي تحدد الخلاص ديال هاد الناس هادو، الرواتب ديال هاد الناس هادو بطبيعة الحال هو العمل ديالهم. كاين لابوراتوري يعني اللي عايش مع العائلة كونفيفينت مع هاد العائلة، كاين لابوراتوري اللي ما عايش مع العائلة يعني تيمشي تخدم عندهم، ما عنده السويعات ديالو صافي تيقضيهم وتمشي بحالاتو. كاين لابوراتوري تخدم تيدير لاسيستنس بالليل مثلا، كاين اللي تيجي تيدير مثلا غير كومبانية بالليل مثلا، غير الحضور ديالو بالليل مثلا مع ديك العائلة مثلا، تبقى مقابل شي حد مثلا ما تيديرش شي حاجة عاد تقابلو مثلا، يعني ما تيقومش كاع بالعمل. يعني هاد المسائل هادي كلها هي اللي تتحدد مثلا يعني الخلاص ديال الناس هادو. كاين الناس اللي اكسبير بطبيعة الحال عندهم ديبلومات ديالهم مثلا، عندهم اوس، عندهم شي حاجة بحال الحوايج هادو، الراتب ديالهم يعني طالع على حسب داك الليفيلو ديالهم. كاين الليفيلو ا، كاين المهم الليفيلو ا سوبر، المهم ما غاديش ندخلوا في جميع لي ديتاي لان ما غاديش تقدنا مثلا حتى 4 سوايع ما يقدروش غنبقاو نهضروا على هاد المسائل هادي. كاين الليفيلو بي، كاين المهم كاين بزاف ديال الليفيلوات، وعلى حسب هاد الليفيلو هذا بطبيعة الحال يعني تيكون خلاص. بالنسبة كما قلت لكم ليفيلو أ مثلا تيكون فيه مثلا الناس ديال تيديرو البوليسية مثلا، تكون ولا تيديرو خدام في هادشي ديال لافاندرية مثلا، كذلك ولا خدامين كذلك تيديرو شي أعمال يعني ديال المساعدة في الكوزينة مثلا، تعاونو شي كوكو تما في هاد الدار هادي مثلا، يعني هادو داخلين في هادشي ديال ليفيلو أ. ليفيلو فيلو أ سي بي هو دوك الناس اللي داخلين تيديرو لا كومبانية فقط، ما تيديرو حتى شي حاجه، ما تعاونو ما حتى حاجه، داخلين هادو ليفيلو ا سوبر يعني تيديرو غير كومبانيا لهذاك العجوز او ديك العجوزه مثلا فقط، ما تيديرو حتى شي حاجه. المهم الحضور ديالهم فقط راه هو كافي بالنسبه لهاد الناس هادو، تيدير لهم كومبانيا بطبيعه الحال. داخلين هادو في ليفيلو ا سوبر، وعاد كاين ليفيلو بي. المهم كما قلت لكم كاين بزاف ديال الليفيلوات، ولا حسب الليفيلوات كاين يعني الخلاص. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي تشوفوا معايا هنا واحد التابلت، واحد الجدول اللي تحدد هاد الليفيلوات، وتحدد كذلك حتى الراتب ديال كل يعني عامل فهاد اللي داخلين في هادشي ديال لابورو دوميستيكو. كما غادي تشوفوا معايا هنا هادي الطابله المينيما ديال ريتريبوتيفي في الساتي ديال لا كوميسيون ديال هادشي ديال ناسيونال ديال هادشي اللي خاص بلافورو دوميستيكو. كما تنشوفوا هنايا ما عرفتش شكون داكشي واضح. المهم بالنسبه لليفيلو ا كاينه 645 اورو، ليفيلو ا اس 762، ليفيلو بي 821، بي اس 880، تشي 938، تشي اس 997، دي 1173، دي اس 1232 اورو. المهم هذا هو الخلاص كما قلت لكم، سا ديبون على واش العامل هذا كونفيفينتي ولا ماشي كونفيفينتي، تعيش مع العائله او ما تعيش مع العائله. بطبيعه الحال كما قلت لكم الخلاص هذا لي فالوري يعني المينيمو كما قلت لكم، دا السويع مثلا ليفيل لو ا تقريبا تتخلصوا بديك 4 اورو و65 الساعه، ليفيل لو ا اس تتخلصوا بديك 5 اورو المينيمو، 5 اورو و50 وغاديه على حسب الليفيلوات ديال داك العامل. هذا ما يتعلق يعني بالخلاص، لانه العديد ديال الاخوات يسولوني يتكلموا يا خويا على البادانتي على الخلاص، بغيو نعرفوا الاجره كيفاش دايره. المهم هذا ما يتعلق بهاد المسائل هذه ديال البادانتي وديال لابورو دوميستيكو ان جينيرال. وكذلك غادي نتكلموا على الكير جيفر وكومي ريكيدري البينيفيتشي ديال لا ليجي 104. كي جيبر هما الناس يعني اللي تعطيو يعني تقدموا واحد المساعده لشي واحد مثلا من العائله ذوي الاحتياج مثلا، الابن او الاخ او الاخت او شي واحد من هذا القبيل، لانه ممكن انه يستافدوا من الدعم هذا او من هاد الامتيازات هذه ديال هاد لا ليجي 104. وغادي نشوفوا كيفاش ممكن الانسان يطلب لي بينيفيتشي ديال هاد لا ليجي هذه ديال 104. المهم المساله كلها بطبيعه الحال خص الانسان يتصل بالطبيب المعالج مثلا ديال العائله،
يعني اللي غادي يدوز على هذا السيد هذا ويعرف يعني انه يعني عنده لي ريكويزيت الشروط راه متوفره فيه، ومن بين الشروط يعني الاعاقه ديالو مثلا، لان يعني صعيبه وغرافي هذا الاعاقه، الهانديكاب عنده غرافي، والسيد هذا راه محتاج لواحد الرعايه دائمه، يعني محتاج الناس اللي يبقاو معاه يعني تقريبا 24 على 24 ساعه، محتاج المساعده. بطبيعه الحال ممكن الانسان يدير هذه الدوموند هذه، بطبيعه الحال غادي يمشي كما قلت لكم عند الطبيب، الطبيب هو اللي غادي يعمر هاد الفيربال هذا اللي ديال تشينتو لا ليجي تشينتو كواترو، غادي يعمرو، ممكن يصيفطو هو ديريكت او يصيفطو للايمس، او ممكن الانسان ياخذو مثلا ما عنده، تقدر تصيفط انت، تقدر تصيفطو ماشي مشكله، عن طريق يعني الايمس ولا الاناي كذلك، او اتصال بالرقم 803-164 باش ياخذ الانسان معلومات، او الانسان يمشي كاع للباتروناتو. المهم هادي جميع الوسائل اللي ممكن الانسان انه يعني يوصل بها داك الدوموند ديالو ديال هاد لاليجي 104. كما قلت لكم الطبيب من الاحسن الانسان يمشي على الطبيب ديال العائله، هو اللي غادي يعمر هاد الطلب هذا وغادي يرسلو للايمس. بطبيعه الحال راه يكون واحد الرقم ديال البروتوكول ديال هاد الدوموند هادي اللي غادي يصيفط لكم هو الايمس. من بعد الايمس هما تيبعثوا لكم مثلا استدعاء باش انكم تجيو، وغتكون واحد اللجنه واحد كوميسيوني ديال الاطباء ديال لازل بطبيعه الحال، اللي هما غادي يشرفوا يعني على واحد الفيزيت، واحد الكونترول على هاد السيد هذا، باش يعطيكم واحد لاتيستاسيوني في الاخر، تعطيوك واحد الفيربال ديال لاتيستاسيوني يعني تيشهد على ان السيد عنده هاد الهانديكاب يعني غراف، وخاصو يعني الناس هادو اللي مقابلينو طبعا الحال خاصو تكون عندهم يعني يستافدوا من خلال هاد لاليجي كيما قلت لكم ديال تشينتو كواتر. من بين هاد الامتيازات مثلا الانسان اللي كان خدام ومقابل شي واحد مثلا من العائله ديالو اللي عنده هاد الهانديكاب مثلا غرافي، يعني عندك الحق مثلا في واحد 3 ايام ديال يعني ما يمشيش انسان للخدمه ديال لي بيرميسي اجازات يعني ومخلصين بطبيعه الحال. كذلك عندك الحق يعني في اختيار ديال المكان ديال العمل، ماشي اي بلاصه يقدروا يصيفطوك ليها مثلا انك تخدم فيها. كذلك تقدر يعني شي ترانسفير ميتو يقول لك عاد في شي مدينه اخرى، من حقك انك ترفض ما تمشيش. يعني هاد الامتيازات كلها يعني عند الناس هذو اللي غادي يقابلوا شو واحد من العائله ديالهم مثلا عنده من ذوي الاحتياجات. كذلك بلا ما نتكلموا على لاجيفولاسيون ديك فيسكالي لحساب ليسبيزي وداكشي المصاريف ديال العلاج والمساعده ديال العلاج، هادشي كاع ما نتكلموا عليه. وبالنسبه للعائلات يعني اللي عندهم شي واحد من ذوي الاحتياجات، يعني راه الاب والام ممكن انهم كذلك يعني جوج تل جوج الناس ممكن انهم يستافدوا من هاد الامتيازات ومن هاد لاجيفولاسيوني ديال هاد لاليجي تشينتو كواتر. بونس هذا غادي يوصل 800 اورو في الشهر، وغتعطي بطبيعه الحال العائلات اللي منفصلين، الازواج اللي منفصلين هما اللي غادي يستافدوا من هاد البونس هذا اللي غادي يوصل حتى 300 اورو. بطبيعه الحال الشروط للحصول على هذا البونص هذا، اول حاجه هو ان الليدز ديالك ما خصوش يكون فايت 8174 اورو، كذلك ما بين لا دات ديال 8 مارس حتى ل 31 ديسمبر ديال السنه ديال 2020 على الاقل تكون يعني حبستي من الخدمه وعندك واحد 90 يوم ديال العمل، او يكون كذلك الريديتو ديالك في هذه السنه ديال 2020 يعني نقص بواحد النسبه ديال 30% بالمقارنه مع الريديتو ديال 2019. وكيلا غادي يستغرب غايقول لك انت تتكلم لنا على سنه 2020 و 2019، بطبيعه الحال راه العديد ديال الناس يعني فقدوا العمل ديالهم ولا المداخل ديالهم نقصت، خصوصا في ديك الوقيته هذيك لانها كانت معروفه بالوباء كما تعرفوا. المهم هاد البونص هذا جا باش يساعد هاد العائلات وهاد الازواج هادو يعني من اجل التحمل ديال المصاريف ديال الاطفال ديالهم. وبطبيعه الحال هادو هاد الازواج هادو يعني راهم منفصلين، يعني ما بقاوش عايشين مع بعضياتهم، يعني باش تعرفوا هاد المساله هادي ما عليكم الا يعني اتصلوا بالكاف اللي قريب لكم باش تستفسروا اكثر على بعض المعلومات اللي غادي تخص هاد البونص هذا، او انكم تدخلوا لهذا الموقع هذا اللي تشوفوه معايا دابا هنا في الصوره، اللي غادي نخلي لكم اللينك ديالو كذلك اللي غادي تشوفوه معايا اللي هو هذا، دخلوا الموقع وبطبيعه الحال غادي تشوفوا جميع المعلومات اللي تهمكم واللي تخص هذا البونص هذا ديال الازواج المنفصلين. وهذا ما كان في هذا الفيديو، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.